العزي العزي انا بعد حي هالطخ كذاك اليوم يطلع عمره السلامة وراح انا وابوي المعرض يا سلام ازي سوالف المعارض اي بيطلع لي سيارة لا السيارات القديمة اللي موديلاتها 2014 15 نفس حول القيمة سيارة جديدة على 45 50 50 الجديدة 70 فرق 10 فرق 10 15 10 15 المهم قال ابوي اشتري سيارة قلت ديتسن ولا هايركس يا سلام المهم ونفر نفر اليوم الأول اليوم الثاني وكاد منها دقت مع ابوي وصلت معها قاعد انا بطلب لك سياره جديده وعلى الله المهم اروح يطلع عمر السلامه وهم طق لنا ديتس 2016 حلو المهم قلبي خلاص اركب الموتر الجديد وخلي كرة المهم على طلعت من معرض عمر السلامه هو يجيني ذاك المصفوق يطير الصدر في ذمه اي والله يا بوس والله طرباك هو غلطان هو غلطان طب لو يمشي فوق 100 110 مع الخط حق اللي مع المعرض طرباك لان تونا موقعين على تامين وموقعين على الدنيا وعلى امور حلو قلت ابوي انت وادق على رفع التليفون على ابوي ادق عليه يا ابوي انت وينك؟ قال عني متعدي مع الدوار حق البلديه حق تبيش ترجع ارجع اصدمني واحد قال في دبات قلت قام لي مختي انت ولا هو؟ قلت لا هو قال الله يا الله عليك كان توني مطلع الموتر الحين ما سرع صدمت به ما مشى 20 كيلو قال هو رجع 20 كيلو 7 كيلو ما تعدى ربنا يا عيال المهم يطول عمر السلامه قال مو كيف الصدمه وكيف انا عرفت ابوي خلاص وصل الضغط زاد له 3 ايام يدور واخر شيء ياخذ الموتر واخر شيء واطلع من المعرض جو الموتر مش شيء هو كان انا جايك جايك انا نعم اموت الموتر تونا دقينا بحوالي 59000 وش الموتر؟ ديتسن 2014 2016 جديد يعاين فيه كامل اللي مختل قلت هذاك من المتعاون بعد قال والله ما تدفعون الريال كان فيه تأمين فيه شلال التأمين هون كان متأمين والله ما يزينها لنا طيب طبعا رسالة وهم دخل الورشة تأخذ الأسبوع في الورشة هو يطلع قالوا فيها هات مفتاح خليك على قرم بعدك لو ما تبلي حيث موتر جديد هات وانت مالك دخل هنا ما يدخل يا اخي احيانا المصايب تجيك وقت غلط وقت غلط تقعد سنه سنتين ما صدمت انا سويت لي حادث الربع يا ولد المشكله اني توني مطلع جديد طاقيس سويت لي حادث وين؟ لا سياره انك فادي انساح طال عمرك المهم انا سويت لي حادث الربع حادث يغبن وش غثيث الحادث انا اقول لك شلون هذا مره طال عمرك كنا نجهز استراحه انا